بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي يا أولاد طلاب تالتة ثانوي، دولة فويس نطق كلمات الملزمة رقم 4 للصف الثالث الثانوي. هنبدأ طبعا يا أولاد بالكلمات كالعادة اللي أداتها دير. أول كلمة أولاد، دير كونش، دير كونش. طبعا واحد يقول لي الشين دي جت منين، أقول له من زمان وإحنا متعودين إن الأي جي اللي في آخر الكلمة بتتنطق شين. الاي جي اللي في اخر الكلمه بس يا اولاد هي اللي بتتنطق شين، اسمها كونش، كونش. اللي بعدها كونتاكت، كونتاكت. كورب، كورب، كورب. كوخن، كوخن. وطبعا كوخن الجمع بتاعها شرطه، وده احنا فاهمينه من الاول ان هو عباره عن ان الكلمه دي مفردها زي جمعها، يعني كوخن ليها ادتين، دير كوخن قطعه جاتو، او دي كوخن قطع جاتو. اللي بعدها كوجل شرايبر، كوجل شرايبر، كوجل شرايبر. وده بالظبط برضه ولاد عامل زي كلمة كوخن، جمعها زي مفردها. واحنا قلنا يا حبايبي ان احنا ما نركزش في الكلمات على الجمع، بس بنركز قوي على الكلمات المفردها زي جمعها. معايا تاني يا ولاد كده، كوخن، كوخن. اللي بعدها كوجل شرايبر، كوجل شرايبر. كول شرانك، كول شرانك، كول شرانك، كول شرانك. كوند، كوند، كوند. كورس، كورس. وطبعا كلمة كورس دايما يجي معها فعل ماخن، زي مثلا ايش ماخه اينين دويتش كورس. كورس راوم، كورس راوم، كورس راوم. اللي بعدها على طول كورس تايل نيمر، كورس تايل نيمر. لادن، لادن، لادن. وهل يقول لي طب احنا خدنا كلمة جيشيفت وكاوف هاوس محلات دي، بس دي محلات كبيرة يا ولاد، لادن ده محل صغير كده. طبعا احنا خدناها قبل كده في كلمة بلومين لادن، محل اللي بيع الورد. ليرر، ليرر، دي معناها المعلم. ليزر، ليزر. ليبلينجس سبورت، ليبلينجس سبورت، ليبلينجس سبورت. لتر، لتر. ماجير، ماجير، ماجير. من، من، من. دي على فكرة يا شباب بمعنى رجل أو زوج، يعني لما واحدة تحب تقول جوزي تقول ماين من. ماركت، ماركت. منش، منش. متر، متر. خش على كلمات الاتا، داس كيند، داس كيند. كيندر تسمر، كيندر تسمر. لاند، لاند. ليبن، ليبن، ليبنس ميتل، من الكلمات المفردة زي جمعها. ليبنس ميتل. ليبلينجس لاند، ليبلينجس لاند، ليبلينجس لاند. ليد، ليد. ميتشن، ميتشن، ميتشن. ماركتينج، ماركتينج. مير، مير، مير. بيت تسمر، مير بيت تسمر، مير بيت تسمر. مينو، مينو. مينيرال فاسر، مينيرال فاسر. ميست فيتر، ميست فيتر، ميست فيتر. ميت تاج اسن، ميت تاج اسن. موبل، 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 موبل. قطعة أساس وجمعها دي موبل، اللي هو الأساس كله، اللي هو الفرش والعفش كله. موبل. موتوراد، موتوراد. ميوزيم، ميوزيم، ميوزيم. جمعها بنشيل يا أولاد اليو ام ونحط اي ان، فيبقى معاه موزين. اوبست، اوبست، اوبست. قل، قل. نروح للكلمات اللي قالتها دي، كوليجن، كوليجن. كوستن، كوستن. كرياتيفيتيت، تاني. كرياتيفيتيت، تاني. كرياتيفيتيت. كشة، لامبه. لاند كارته، لاند كارته. ليرارين، ليرارين. لايدنشافت، لايدنشافت.
ليكتسيون ليكتسيون لويتة 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 ليست ليست لوست لوست. وطبعا لوست بيجي مع فعل هابن، يعني بتقول ايه ايش هابي لوست او ايش هابي كايني لوست. مالت سايد مالت سايد ماما ميديتسين ميديتسين. وطبعا ميديتسين لو بمعنى الطب يبقى هيجي مع فعل اشتودين ان يدرس، ولو بمعنى الدواء هيجي مع فعل نيمن ياخذ. منزا وجمعها منزن منزا ميتا ميتا ملش مينوتا ميتا. تاني من اول كلمه الايجار ميتا ملش مينوتا ميتا. نروح للفراج فيرتر ادوات الاستفهام فير فين فاس فو. وفو بتسال على اي حاجه فيها حاله سكون بمعنى في. فوهير فوهير وفوهير بتسال على اي كلمه بمعنى من، زي ما خدنا في سنه اولى اولاد فوهير كومست تو دو، فانت تقول لي اوس دويتشلاند من المانيا. فوهين تسال فوهين على اي اجابه بمعنى الى، يعني بقول له واحد الى اين تذهب فيقول لي مثلا انسكينو الى السينما. في بمناسبه في، في لوحدها بمعنى كيف، زي في الانجليش هاو. فانا بقول لواحد مثلا ايه كيف تذهب الى المدرسه، فاقول له في جهست دوت سور شوله. انما في المركبه مع كلمه بمعنى ما، زي في الانجليش اما اقول هاو واقول هاو اولد، هاو لوحدها كيف، هاو اولد مع العمر. في هايست في الت في هوخ في جيت اس دير في جيت اس دير في جيت اس دير. السؤال ده تحفظه على بعضه، كيف حالك انت. وهنا ما بقولش دو بقول دير، وهتعرفها ان شاء الله في اخر واحده في المنهج. اللي بعدها في فيلا بعدها اسم جمع، زي ما اقول في فيلي شيلر كم عدد التلاميذ، او اقول في فيلي كيندر كم عدد الاطفال. في فيل بيجي بعدها اولاد اسم مفرد، زي ما اقول في فيل سايت كلمه سايت ده اسم مفرد، زي ما اقول في فيل جلد جلد دي كلمه مفرد، زي ما اقول في فيل جراد كم درجه الحراره ده اسم مفرد. وعلى فكره ممكن يجي بعدها فيرب، زي ما اقول في فيل كوستد كم يتكلف. اللي بعدها سؤال كامل عن الساعه، في شبيت است اس او في فيل اور است اس. السؤال الناحيه الثانيه في فيل جراد زند اس. والناس اللي هتقرا الجمله دي يا اولاد، هي في فيل عشان جراد مفرد، بس خلي بالك الفيرب ده زند هنا مش غلطه. في واحد يقول لي هي مش المفروض اس تيجي معاها است، اقول له معلش في درجات الحراره استعمل زند، وفي الاجابه برضو لما تيجي تقول هتقول ايه زند. في توير فاس كوستت في فيل كوستت في فندست دو في جفلت دير. وعشان اولاد نبقى فاهمين الاسئله الكامله دي، حاول تخلي بالك ايه اداه الاستفهام المستخدمه. اللي بعدها في است دايني ادريس في است دايني تليفون نمر فان فون فان بيس فان زايد فان فاروم في لانج فير في لانج فير في لانج ام في فيل اور ام في فيل اور تشيس.